الرحمن الرحيم، اعزائي مشاهدي النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في مباراه كره الطائره بين فريقي النادي الاهلي ومصر البترول للدوري التمهيدي للكره الطائره. معكم كريم جمعه. طبعا مباراه النهارده في خلال مباريات الدوري التمهيدي لمباراه كره الطائره للمدوري المرتبط ما بين النادي الاهلي ونادي مصر البترول، مباراه العوده. طبعا زي ما حضراتكم عارفين مباراه الذهاب كان انتهت بنتيجه 3-0 للنادي الاهلي. طبعا استعرض مع حضراتكم تشكيل النادي الاهلي مكون من عبد الله عبد السلام صانع العاب، عبد الحليم فهيم رقم 3 لاعب مركز 3، احمد صلاح لاعب مركز 2، عبد الرحمن الحسيني لاعب مركز 4، لويجي المحترف الايطالي لاعب مركز 4، عبد الرحمن الحسيني لاعب مركز 4، محمد عادل سلام لاعب مركز 3، حسام يوسف صانع العاب، محمد عبد المحسن لاعب مركز 3، احمد سعيد لاعب مركز 4، زياد اسامه لاعب مركز 2، احمد عزب لعيب مركز 4، ليبرو لواندر اللعيب المحترف الكوبي، وابراهيم رسلان ليبرو النادي الاهلي. اما بالنسبه للنادي مصر البترول، احمد هشام لعيب مركز 4، حسين مصطفى لعيب مركز 2، محمد سالم لعيب مركز 3، احمد عبد العزيز لعيب مركز 4، محمد محمود لاعب صانع العاب، محمد كمال، يوسف حسين، محمد محمود، نبيل محمد، فارس مسعد، عمرو محمد، حازم ياسر، وليبرو الفريق احمد فوزي، وليبرو الفريق طارق الهاروني. اما بالنسبه للجهاز الفني للنادي الاهلي مكون من كابتن محمد مصلحي مدير فني، كابتن تامر تايجر مدرب مساعد، كابتن محمود جمعه مدرب مساعد. اما بالنسبه لفريق نادي مصر البترول مدير فني كابتن محمد كمال، مدرب مساعد كابتن فرج محمد. نستعرض طبعا لحضراتكم النادي الاهلي في مقدمه المجموعه، مجموعته متصدر المجموعه بتاعته بجميع الانتصارات، بست انتصارات جمعهم كلهم بدون هزيمه اي شوط. اما نادي مصر البترول ففي المركز الرابع في المجموعه، طبعا يعني عايز ان هو يحسن موقفه كده في المجموعه. طبعا سبق مباراه الفريق المرتبط 15 سنه ما بين النادي الاهلي ونادي مصر البترول انتهت بفوز النادي الاهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان السنه دي اول موسم يتم تطبيق دوري المرتبط لتقويه القطاع الناشئين والمزج ما بين الشباب والفريق الاول. طبعا الاتحاد الكره الطايره بيحاول دايما ان هو يطور من اللعبه. زي ما حضراتكم شايفين طبعا باستعداد لبدايه المباراه ما بين الفريقين. طبعا في الملعب عبد الله عبد السلام صانع العاب النادي الاهلي، احمد صلاح في مركز 2، عبد الرحمن سعودي في مركز 3، احمد عزب في مركز 4، لواندر ليبرو الفريق، ولويجي لعيب المحترف في مركز 4. اما بالنسبه لنادي مصر البترول، محمد محمود صانع الالعاب من عناصر الخبره في نادي مصر البترول. يمكن نادي مصر البترول مزيج ما بين الشباب وما بين اللعيبه الخبرات، لعيبه لعبت في الدوري ممتاز كتير، فطبعا عايزين يحسنوا صورتهم ويحاولوا ان هم ينافسوا على المراكز الاولى في المجموعه عشان يصعدوا بعد كده للنهائيات. زي ما حضراتكم عارفين ان بيصعد من كل مجموعه الاول والثاني والثالث، بينضموا ال 12 فريق بيلعبوا من الاول ل 12، والثلاث فرق تاني من الرابع للمركز الثالث المركز السادس بيلعبوا على دوري الهبوط. فطبعا نادي مصر البترول عنده امل كبير قوي ان هو يبعد عن مرحله الهبوط. نادي مصر البترول السنه اللي فاتت يمكن حقق انجاز بالنسبه له ان هو نهى الدوري في المركز العاشر، بالنسبه له طبعا ده انجاز، فبيحاول ان هو يكرر تاني انجاز السنه اللي فاتت ان هو ينهي الدوري في مراكز متقدمه او في المراكز ال 12 الاولى. فطبعا يعني عندهم امل كبير قوي ان هم يقدروا ينافسوا على ال 12 مركز الاولانيين في الدوري. هنشوف النهارده نادي مصر البترول هيقدم لنا ايه. زي ما حضرتك شايفين كابتن محمد مصلحي كده واقف على الخط، طبعا تركيز شديد لبدايه المباراه، الحكم بيستعد لبدايه المباراه، يمكن في تعليمات كده من الحكم الاول لكابتن عبد الله عبد السلام، يمكن بيقول له مثلا اللعبه ترجع ورا شويه او حاجه. الحكم اهو على الشاشه لبدايه المباراه زي ما حضراتكم شايفين. يمكن النهارده لواندر الليبرو ولويجي في الملعب للمباراه الثانيه على التوالي. طبعا خلاص بقى في انسجام ما بينهم وما بين الفريق، وطبعا كابتن محمد مصلح بيدي فرصه لاحمد عزب تاني. بدايه المباراه والارسال مع لعيب رقم 7 صانع الالعاب محمد محمود لاعب نادي مصر بترول، ارسال فلوتر، استقبال من احمد عزب، اعداد في مركز 3، كره حلوه قوي
عبد الرحمن سعودي يضرب الكره كده في اخر الملعب عند مركز 5 نقطه للنادي الاهلي. الارسال مع عبد الله عبد السلام صانع الالعاب ومايسترو النادي الاهلي لاعب مركز 2 مركز رقم 2 على الارسال عبد الله عبد السلام. ارسال سبايك ارسال موجه ارسال بنقطه مباشره حلو قوي من عبد الله عبد السلام لتصبح النتيجه 2-0. يمكن من القوة الضربة طبعا للنادي الاهلي عبد الله عبد السلام يمتاز بارسالاته القويه جدا والارسالات المتوجهه. الارسال مع عبد الله ارسال سبايك ارسال ولكن ارسال خارج الملعب يمكن فتح ريست ايده كده شويه الارسال في اخر الملعب. 2-1 للنادي الاهلي على الارسال رقم 1 احمد هشام. احمد هشام طبعا من ناشئين النادي الاهلي كان لاعب للنادي الاهلي ومنتخب مصر للناشئين لاعب مركز 4 على الارسال احمد هشام. ارسال سبايك من احمد هشام ارسال في اخر الملعب كده استقبال متوسط اعداد في مركز 2 لاحمد عزب كره كده مضروبه في اخر الملعب ديفنس من احمد هشام اعداد في مركز 4 هتعدي سهله ديفنس من لواندر اعداد من عبد الله في مركز 2 لاحمد عزب كره كده بريست ايده على التاتش بلوك كده بنقطه سهله لاحمد عزب. يمكن احمد عزب قدم اوراق اعتماده في الكام مباراه اللي فاتوا للنادي الاهلي ان هو صفقه مبشره جدا للنادي الاهلي ولعيب ممتاز جدا. على ارسال احمد عزب بيلعب ارسال سبايك ارسال سبايك استقبال ضعيف من نادي مصر البترول اعداد في مركز 2 السرجاني كره سهله كده ديفنس من عبد الله اعداد من لواندر في مركز 2 لاحمد صلاح بلوك حلو قوي من نادي مصر البترول يمكن قفلوا الزاويه لاحمد صلاح كده ما عرفش الكره تعدي بلوك النادي مصر البترول من اللاعب حسين شريف. تصبح النتيجه 2 مصر البترول 3 النادي الاهلي. على الارسال حسين لاعب مركز 3 حسين من ناشئين نادي الشمس. على الارسال حسين بيلعب كده ارسال فلوتر من مركز 5 ولكن ارسال في الشبكه من حسين. نتيجه 4-2 للنادي الاهلي. على الارسال عبد الرحمن سعودي يمكن يمتاز عبد الرحمن سعودي بالحائط الصد العالي وبالضرب الساحق بيلعب ارسال كده من مركز 5 بيلعب ارسال فلوتر موجه. على الارسال عبد الرحمن سعودي بيركز في الارسال ارسال موجه لمركز 4 اعداد في مركز 2 للسرجاني كوره على التاتش بلوك كده كوره ذكيه جدا من السرجاني على التاتش بلوك. يمكن يوسف حسين السرجاني برده من ناشئين النادي الاهلي برده لعب كوره كده على التاتش بلوك مع لويجي ما قدرش يقفل الزاويه لويجي. على الارسال يوسف السرجاني لعب مركز 2 ارسال سبايك ولكن خارج الملعب خارج الملعب من يوسف السرجاني. زي ما شايفين تركيز شديد قوي من حائط الصد للنادي الاهلي. وعلى الارسال العالمي احمد صلاح كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر. على الارسال احمد صلاح تركيز ارسال سبايك ارسال كده بريست ايده على احمد هشام في مركز 6 اعداد في مركز 4 كوره مضروبه ولكن حائط صد من النادي الاهلي اعداد في مركز 1 للسرجاني على التاتش بلوك كده الزاويه كانت مفتوحه ولواندر كان واقف مش واقف مظبوط فالكره نقطه للنادي مصر البترول. يمكن كابتن محمد كمال اهو بيوجه لعيب رقم 18 لعيب مركز 4 بيقول له الاستقبال لازم يوصل اكتر من كده. لعيب رقم 18 لاعب عمرو محمد على الارسال وكابتن كمال بيوجهه بيلعب ارسال سبايك عمرو محمد ارسال سبايك استقبال من لويجي اعداد من عبد الله في مركز 4 كوره حلوه قوي على الخط كوره حلوه قوي لف بريست ايده كده لويجي من عبد الله بريست ايده كده البلوك ما قدرش يعمل اي حاجه ولا الديفنس في مركز 1 كوره كده ذكيه جدا من لويجي. على الارسال لويجي محترف النادي الاهلي الايطالي بيلعب ارسال سبايك من اعلى ارسال سبايك مركز 6 اعداد مركز 3 كوره كده على التاتش بلوك عبد الله اعداد لمحمد محسن ولكن كوره شبكه على نادي مصر البترول. يمكن الحكم قالت ان الكوره شبكه على نادي مصر البترول يمكن محسن ضربها كده في الاوت بس يعني تخدمه الحظ كده ان الكوره شبكه على نادي مصر البترول. يمكن محسن بيتكلم مع احمد عزب كده في على البلوكات. الارسال مع لويجي محترف النادي الاهلي بيلعب ارسال سبايك تركيز منه ارسال سبايك استقبال من ليبرو نادي مصر البترول اعداد في مركز 4 لاحمد هشام بيلعب على التاتش بلوك كده ديفنس من لويجي كره هتعدي سهله من عبد الله عبد السلام نادي مصر البترول يمكن كره سهله بس ما قدروش يطلعوها صح كره هتعدي للنادي الاهلي سهله لواندر ديفنس
اعداد في مركز ثلاثة، كوره بوش كده، كوره بي لمحمد محسن كده يعوض الكوره اللي شاطها في الاوت اللي فات من عبد الله عبد السلام، بيقول له هات نقطه، نقطه جميله جدا من محمد محسن كده، كوره بي ناحيه مركز واحد زي ما حضرتك شايفين. يمكن لواندر طلع الكوره مظبوطه جدا، عبد الله بيبص قبل ما بيرفع، قبل ما يرفع الكوره لمحسن كده لف بريست ايده كده ناحيه مركز واحد، السرجاني ما عرفش يعمل لها اي حاجه. نتيجه 8-4 للنادي الاهلي. الارسال مع لويجي لاعب مركز أربعة، تركيز على الارسال، سايل سبايك، ارسال قوي على الليبرو نادي مصر البترول، كوره كده معديه سهله في ملعب النادي الاهلي من لواندر. اعداد في مركز أربعة لاحمد عزب، كوره حلوه قوي مضروبه ناحيه مركز ستة كده، يمكن صانع العاب نادي مصر البترول محمد محمود كده من قصير القامه النادي الاهلي بيحاول يستغل بلوكاته الضعيفه ان هو يضرب من ناحيته، كوره مضروبه في مركز ستة كده باخر الملعب والبلوك ما قدرش يضم، فنقطه للنادي الاهلي. طبعا كابتن محمد كمال خد تايم اوت ان السكور فرق ما بين النادي الاهلي ونادي مصر بترول 9-4، فخد تايم اوت كده عشان يتكلم ان الاستقبال لازم يوصل والدفاعات في نادي مصر البترول يمكن فيها ضعف شويه. كابتن محمد مصالحي برده بيتكلم مع لويجي على البلوك، ان بيقول له لازم نقفل ايدك على الكوره وايد الثانيه على الزاويه زي ما حضراتكم شايفين اهو، يعني تركيز شديد بيشرح له لازم التكنيك ايده تبقى يبقى ماشي ازاي. خلص التايم اوت اللي خده كابتن محمد كمال، وبيوجه صانع الالعاب محمد محمود كده بيقول له الاعداد يبقى فين. الارسال ما زال مع لويجي، ارسال سبايك، تركيز منه على الارسال، يمكن عبد الله ومحسن كده بيتكلموا الكره الجايه ممكن الفنت يبقى فيه ايه، ارسال سبايك ولكن في الشبكه. يمكن لازم الارسال السبايك او الارسال بعد التايم اوت يعني يبقى في كنترول شويه ما يضيعش، يعني طبعا ده لعيب محترف فلازم يبقى عارف ده. الارسال مع لعيب مركز ثلاثة من نادي مصر البترول، ارسال فلوتر في الشبكه برضو، يعني قافه كبيره قوي ارسال الارسالات الضايعه، يعني ما ينفعش يبقى 10 نقط مضيعين اربع او خمس ارسالات كتير قوي بتضيع من نادي مصر البترول. على الارسال محسن لعيب مركز ثلاثة من نادي الاهلي، بيلعب ارسال من ناحيه مركز واحد كده، بيلعب ارسال فلوتر، تركيز شديد من محسن، ارسال فلوتر ناحيه احمد هشام في مركز أربعة، اعداد في مركز واحد للسرجاني، كوره مضروبه من واحد كده في ستة في اخر الملعب، لويجي ما قدرش يعمل اي حاجه، يمكن البلوكات النادي الاهلي مفتوحه قوي، الكوره اتضربت كده في البتوين، لويجي ما قدرش يطلع الكوره. الارسال مع محمد محمود صانع العاب نادي مصر البترول، بيلعب ارسال فلوتر كده من مركز ستة، ارسال طويل، استقبال من احمد عزب، اعداد من عبد الله عبد السلام لاحمد صلاح، كوره كده مسقطه في ملعب نادي مصر البترول، كوره في مركز اثنين ديفنس، اعداد من عبد الله عبد السلام، كوره حلوه قوي 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 لعبد الرحمن سعودي في مركز ثلاثة كده، بيخلص نقطه 10 11 6 للنادي الاهلي. يعني عبد الله بيحاول ان هو ينوع الاعداد ما بين اربعه واثنين وثلاثه، يمكن كل اللعيبه شغاله معاه كله بيبقى داخل محدش عارف هيترفع ايه، يعني الفنتات كتير قوي من عبد الله بتخلخل دفاعات وبلوكات نادي مصر البترول. ارسال سبايك من عبد الله عبد السلام، استقبال مركز اربعه، اعداد في مركز سته، كوره كده مسقطه، عبد الله عبد السلام يطلع الكوره لواندر، اعداد لاحمد عزب، كوره بريست ايده كده ناحيه صانع العاب نادي مصر البترول، كوره تتدرب مركز سته، ديفنس من لواندر، اعداد كوره في مركز اثنين لاحمد صلاح كده يحطها مسقطه، اعداد من نادي مصر بتقول كره في مركز ستة، لسه الكره رايحه جايه، كره لاحمد عزب في مركز أربعة، كره ضربها كده على التاتش بلوك ولكن كره ما جاتش تاتش بلوك، كره اوت كده، حاول الكره كانت مزنوقه، حاول ان هو يلعبها على التاتش بلوك كده على صوابع اللعيبه من فوق بس ما قدرش ان هو يجيب بيها نقطه 7 لنادي مصر بترول 11 النادي الاهلي. على ارسال احمد هشام صالح لاعب مركز أربعة من نادي مصر بترول، بيلعب ارسال سبايك، تركيز على الارسال، ارسال كده سبايك، استقبال من لواندر، اعداد في مركز ستة للويجي، كرة حلوة بس كرة كانت واطية شوية بس قدر ان هو يخلصها بذكاء، يمكن بيضحك كده بيقول لعبد الله يعني محتاج ان الكرة تعلى شوية، فعبد الله بيقول له لا انت ادخل اسرع شوية، يعني بيتكلموا مع بعض اهو كده. الارسال مع احمد عزب لعيب مركز أربعة، بيلعب ارسال سبايك، استقبال من احمد هشام ضعيف، الليبرو الفريق احمد فوزي، كرة للسرجاني على التاتش بلوك، يمكن اللعيب اكتر لعيب في نادي مصر البترول اترفعت له كور هو السرجاني لعيب مركز اثنين، اكتر لعيب بيخلص كور، يمكن بيلعب على التاتش بلوك كتير قوي وبيحاول ان هو يتصرف في الكوره. على الارسال حسين مصطفى لعيب مركز ثلاثة من نادي مصر البترول،
بيلعب رسال فلوتر من خمسة كده، تركيز من حسين، رسال كرة خدمته، كرة في نت الشبكة كده، كرة خدمته يعني، كرة كانت جاية في لعيبة النادي الأهلي كانوا فاكرين إن الرسالة هيجي في الشبكة، كرة خدمته تيجي في نت الشبكة كده وتنزل في ملاعب النادي الأهلي. النتيجة 9 نادي مصر البترول 12 النادي الأهلي. على الإرسال حسين، كابتن ميدو مش عاجبه طبعا يعني، عن اللعيبة عندها أحسن من كده كتير. إرسال من حسين، استقبال من لويجي، إعداد من كرة حلوة قوي قوي من عبد الله لأحمد صلاح كده في مركز اتنين، كرة سريعة قوي، بلوكات نادي مصر البترول ما لحقوش يعملوا له حاجة، كرة اتضربت ناحية مركز واحد كده من أحمد صلاح، كرة حلوة قوي يعني، عبد الله قلب الملعب، البلوكات ما قدرتش تتوقع الكرة. وطبعا يعني أحمد صلاح طبعا بيمتاز بسرعة الدراع قوية جدا يعني، بصير نادي مصر البترول ما قدرش يطلع كرة. إرسال من عبد الرحمن سعود، استقبال من أحمد الشام، كرة في مركز اتنين برضو على التاتش بلوك، على التاتش بلوك، يمكن السرجاني قادر ان هو بفعاليه كبيره جدا ان هو يلعب على التاتش بلوك على النادي الاهلي لحد دلوقتي، يعني يمكن النادي الاهلي مش قادرين ياخدوا ولا بلوك منه. 9 مصر البترول 13 النادي الاهلي. على الارسال يوسف السرجاني، لاعب مركز 2 بيلعب ارسال سبايك، كوره كده خارج الملعب، ارسال خارج الملعب من يوسف السرجاني. على الارسال احمد صلاح، رايح على الارسال، يلعب رسالة سبايك من ناحية مركز 5، تركيز، رسالة سبايك، رسالة قوي جدا، استقبال ضعيف من أحمد فوزي ليبرو نادي مصر بترول، كرة هتعدي من أحمد الشام سهلة في ملعب النادي الأهلي لواندر، إعداد من عبد الله، كرة كرة ولكن يعني بلوك نادي مصر بترول مصحصح قوي، قدر إن هو ياخد الكرة محمد سامح لاعب مركز 3 من نادي مصر البترول، قدر ان هو يقفل الزاويه على محسن، كان محسن كده لف من ناحيه مركز 5، قدر ان هو يقراها بلوك محمد سامح لاعب نادي مصر البترول، وقدر انه ياخد كره بلوك هايل من محمد محسن. على الارسال لاعب رقم 18 عمرو محمد لاعب مركز 4 نادي مصر البترول، ارسال سبايك، بيلعب ارسال سبايك، ارسال سهل، استقبال من لويجي، اعداد من عبد الله لمحسن، ولكن كرة كده برضو من محسن، يعني عبد الله بيحاول ان هو يعوض له الكوره اللي قبليها، برضو محسن ضربها كده لف بريست ايده قوي ناحيه مركز واحد بس في الاوت، تتعوض الكوره اللي بعديها يا محسن، يعني عبد الله عايز يدخل محسن كده في الجيم، يعني الكوره اللي قبليها تاخد منه بلوك، قال له لا هرفع لك اللي بعديها عشان تخلصها، يلا يا محسن. ارسال سبايك، استقبال من لواندر، كوره للويجي كده من فوق حائط الصد، يعني عبد الله قدر يستغل ان هو يرفع الكوره للويجي، طبعا لويجي يمتاز بالطول القامه، وصانع العاب نادي مصر البترول محمد محمود قصير القامه قدر ان هو يضرب الكره زي ما حضراتكم شايفين كده من فوقيه، كره اوفر بلوك كده من فوق البلوك كده ناحيه مركز واحد، نقطه للنادي الاهلي 15 12 النادي الاهلي. على الارسال لويجي، ارسال سبايك على احمد فوزي الليبرو نادي مصر البترول، كره كده مسقطه من سكند باس كده من صانع العاب نادي مصر البترول، بس النادي الاهلي اراه، كره حلوه قوي من احمد عزب كده من فوق البلوك كده، ضرب الكره من ناحيه لاعب محمد سامح سنتر بلوك نادي مصر البترول، كرة حلوة قوي من أحمد عزم، 16 12 للنادي الأهلي. على إرسال مازال لويجي، تركيز من لويجي، إرسال سبايك، إرسال قوي، استقبال من أحمد فوزي، إعداد من محمد محمود، كرة لأحمد هشام كده لعبها على التاتش بلوك، يعني لعيبة نادي مصر البترول عارفين إن بلوكات النادي الأهلي طبعا بلوكات عالية جدا، فما بيحاولوش إن هم يلعبوا بقوة على قد ما بيحاولوا إن هم يلعبوا بذكاء، يعني يلعبوا كرة على التاتش بلوك، يعني زي ما حضرتك شايفين كل لاعب نادي مصر البترول هاي باس عشان استقبالهم ضعيف، بس بيلعبوا على التاتش بلوك، لسه بلوكات النادي الاهلي ما اشتغلتش، احنا طبعا عارفين النادي الاهلي يمتاز بالبلوكات العاليه، لسه البلوكات ما اشتغلتش. على رسالة لاعب مركز 3 محمد سامح، سهل فلوتر، استقبال متوسط من لويجي، اعداد لاحمد عزب، كره في مركز 4 كده حلوه حلوه، احمد عزب فرد دراعه كده ضرب الكره في مركز 6 في اخر الملعب، كره كانت جايه له بوش باس من عبد الله بريست ايده في اخر الملعب، نقطه حلوه قوي من احمد عزب. على الارسال محمد محسن لاعب مركز 3 لاعب نادي الاهلي، مركز محسن على الارسال، رسائل فلوتر اكيد هيوجهه، توجه على اللاعب رقم 18 عمرو كده، استقبال ضعيف، كره للسرجاني برضو، يعني السرجاني كل كوره مضروبه في البتوين والكره مضروبه على الخط، يمكن لازم ناخد خطوه كده شويه عشان البلوكات تكون مصحصحه. الارسال مع صانع العاب نادي مصر البترول محمد محمود عبد العاطي، لاعب رقم 7 صانع العاب لواندر، زي ما انتم شايفين كده بيستعد للاستقبال،
النتيجة 17-14 للنادي الأهلي. يمكن نادي مصر البترول بيقدم شوط جيد جدا مع النادي الأهلي لحد دلوقتي. استقبال من أحمد عزب، إعداد من عبد الله، كورة كده حلوة لسعودي طلع ديفنس، كورة لأحمد هشام، بلوكات يعني تريبل بلوك. أحمد عزب ضم كده مع محسن، مع سعودي ومع عبد الله عبد السلام، بلوك حلو قوي 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 من أحمد عزب. على الإرسال المايسترو طبعا عبد الله عبد السلام، نجم كبير، نجم النادي الأهلي. إرسال سبايك، إرسال قوي على اللاعب عمرو محمد، إعداد لكرة لحسين كده بس كرة قصيرة لحسين. محمد عبد العاطي كده بيقول له يعني اتصرف فيها، لكن حسين لف بريست إيده قوي خارج الملعب، وكان سعودي واقف قافل الزاوية مظبوط. كابتن محمد كمال طلب تايم أوت، إن لا السكور فرق 19-14 للنادي الأهلي. يعني لعيبة مصر البترول بتحاول ان هي تجاري النادي الاهلي زي ما حضرتك شايفين كده. كابتن تامر تايجر هو واقف جنب كابتن محمد مصلحي مع اللابتوب كده بيديهم اخر 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 حاجات احصائيه واخر حاجات الداتا اللي بيجمعوها. يعني كابتن ميدو شايف هو بيتكلم كل تركيزه على البلوك، يعني بيتكلم مع عبد الرحمن سعودي اهو بيقول له لازم نقفل الزاويه، يعني التوجيه كله لعبد الرحمن سعودي. فعلا يعني البلوكات لحد دلوقتي ما اتظبطتش. على الارسال المايسترو عبد الله، عبد الله عبد السلام، ارسال سبايك من عبد الله، ارسال كده بريست ايده على احمد هشام، استقبال كره لحسين، بلوك حلو قوي. يمكن اهو كابتن ميدو اهو الكلام اللي بيقول لسعودي بيتم على ارض الملعب دلوقتي. كره تطلع لويجي لاحمد صلاح في مركز اثنين، كره حلوه قوي من اعلى حوالي الصد. يعني احمد صلاح كده فرد دراعه من فوق حسين، من فوق حسين مصطفى كده، كوره ناحيه مركز واحد في اخر الملعب، ولا البلوكات قدرت تعمل لها حاجه ولا حتى الديفنس. يمكن زي ما حضراتكم شايفين كده التايم اوت اللي خده كابتن محمد كمال، كابتن ميدو اتكلم مع عبد الرحمن سعودي على البلوك وفعلا خد بلوك من حسين مصطفى. ارسال من عبد الله لكن في الشبكه، ارسال يعني عبد الله بيحاول ان هو ياخد ريسك كبير قوي في الارسال، يلعب ارسال جامد قوي فالارسال في الشبكه. نقطة 15 نادي مصر بترول، 20 نادي الأهلي في الشوط الأول. الإرسال مع أحمد الشام لعيب مركز 4 رقم 1، إرسال سبايك من مركز 6، إرسال استقبال من أحمد عزب، إعداد في مركز 3 لعبد الرحمن سعودي، يلف كده بريست إيده من ناحية حسين مصطفى، كرة كده على التاتش بلوك من أعلى حوالي الصد، نقطة للنادي الأهلي. يعني عبد الله بدأ يشغل لعيبة مركز 3 كتير دلوقتي من منتصف الملعب كده. على الإرسال أحمد عزب الوافد الجديد للنادي الاهلي من بتروجيت، ارسال قوي في مركز 6 على احمد فوزي، استقبال في مركز استقبال اعداد في مركز 4 كوره كده على اللاين بريست ايده عبد الله مصحصح لها يطلعها، كوره مع اعداد للويجي حاول كده ان هو يلعبها على التاتش بلوك، كوره جايه له اوت اوف سيستم كده، كوره مش مظبوطه، حاول ان هو يلعبها على التاتش بلوك كده على خارج الملعب لكن ما قدرش. نقطه 16 نادي مصر بترول، 21 النادي الاهلي. على الارسال حسين مصطفى لاعب مركز 3، تركيز من حسين، ارسال فلوتر موجه ناحيه لويجي، استقبال اعداد في مركز 4 من عبد الله، كوره على التاتش بلوك كده من ناحيه مركز 3 لاعب محمد سامح، ما قدرش ان هو يقفل الزاويه مع لويجي. يمكن لويجي اهو مركز، نقطه للنادي الاهلي، وعبد الله هو بيشجع الفرقه وبيديهم التعليمات. على الإرسال عبد الرحمن سعودي لاعب مركز 3، إرسال فلوتر موجه على أحمد هشام، كرة إعداد كده متوسط للاعب عمرو محمد، ديفنس من أحمد عزب، كرة في مركز 4 كده للويجي بذكاء كده بإيده الشمال، الكرة كانت بعيدة عنه كده بإيده الشمال كده لعبها على التاتش بلوك، نقطة للنادي الأهلي. يعني لويجي بيحاول ان هو الكور حتى اللي تكون اوت اوف سيستم او الكور البايظه بيقدر يتصرف فيها بسهوله جدا وبيقدر يحرز نقاط للنادي الاهلي. على الارسال عبد الرحمن سعودي، ارسال فلوتر، استقبال اللاعب عمرو محمد لاعب مركز 4، اعداد للسرجاني في مركز 2، ديفنس من احمد عزب، الكره هتعدي كده سهله السرجاني، اعداد محمد عبد العاطي في مركز 2 للسرجاني، كوره كده في زاويه لكن ديفنس من عبد الله، ولكن محمد يعني سعودي حاول ان هو يعمل عليها تراي كده بس ما لحقهاش. معلش يا سعودي يعني تعوض الكرة الجاية، كرة كده من السرجاني اتضربت ناحية مركز 1، الدفاعات ما قدرتش ان هي تطلع كرة تغيير لنادي مصر البترول بخروج اللاعب محمد عبد العاطي ليبرو صانع لاعب نادي الاهلي، نادي مصر البترول، ونزول اللاعب رقم 14 فارس مسعد،
كابتن محمد كمال بينزل فارس عشان تقويه حائط الصد لنادي مصر البترول. على الارسال السرجاني، ارسال سبايك، استقبال من احمد عزب، كوره كده عاليه من عبد الله لاحمد صلاح. احمد يا سلام، يعني خبرات السنين كلها في الكوره دي من احمد صلاح. كوره كده عبد الله كده رفعها بجر كده قلب الملعب الناحيه الثانيه لاحمد صلاح. احمد صلاح طلع بريست ايده، يعني خبرات السنين في الكوره دي زي ما حضراتكم شايفين كده، بريست ايده، طلع بريست ايده ومن غير اي قوه، بريست ايده كده ناحيه مركز واحد. يمكن اللاعب السرجاني كان داخل جوه الملعب قوي، فاكر ان الكوره احمد صلاح يحطها في نص الملعب كده اسكات، لكن ضربها بريست ايده. سلام من احمد صلاح جامد قوي، استقبال متوسط من احمد فوزي، الكوره هتعدي في ملعب النادي الاهلي سهله. لواندر، اعداد من عبد الله، كوره لاحمد عزب، كوره حلوه قوي في مركز ستة، يعني خلخال الدفاعات وبلوكات نادي مصر البترول لينتهي الشوط الاول 25-17 للنادي الاهلي. شوط جيد من نادي مصر البترول، الشوط الاول 25-17 للنادي الاهلي. زي ما حضرتك شايفين كده كوره في مركز ستة لاحمد عزب، خلص الكوره كده في اخر الملعب لينتهي الشوط الاولاني 25-17 للنادي الاهلي. فاصل ونرجع لحضراتكم الشوط الثاني ان شاء الله. نرجع لحضراتكم مره ثانيه لمباراه الكره الطايره ما بين النادي الاهلي ونادي مصر البترول في مجريات الدوري، الدور التمهيدي لدوري المرتبط. يمكن انتهى الشوط الاولاني 25-17 للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين كده لعيبه بتسخن لنزول الملعب مره ثانيه لبدايه الشوط الثاني. عبد الله بيتكلم كده في حوار جانبي مع احمد صلاح وعبد الرحمن سعودي اكيد على حوائط الصد. وزي ما حضرتك شايفين كده بقيه اللعيبه الاحتياطي للنادي الاهلي بتجري عمليات الاحماء والتسخين. هنشوف كابتن محمد مصلحي هيبدا الشوط الثاني بنفس اللعيبه اللي بدات الشوط الاولاني ولا هيعمل تغيير. كابتن تامر تايجر كده واقف على الخط مع اللعيبه بيديهم اخر المستجدات او اخر الاحصائيات كده في الشوط الاولاني، نقط القوه والضعف او السلبيات والايجابيات اللي تمت في الشوط الاولاني بيوجههم. ولاعيبه نادي مصر البترول رجعت الملعب تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده يعني الشوط الثاني النادي الاهلي بنفس التشكيل، يعني عبد الله عبد السلام، احمد صلاح في مركز 2، لواندر ليبرو، لويجي واحمد عزب في مركز 4، محسن وسعودي في مركز 3. نادي مصر البترول برده نفس الكلام، نفس التشكيل اللي بدا بيه الشوط الاولاني بيبدا بيه الشوط الثاني. يعني من لعيبه مصر البترول بيحاولوا ان هم يجاروا النادي الاهلي. طبعا في فرق امكانيات كبيره قوي ما بين نادي مصر البترول والنادي الاهلي، بس في حدود الامكانيات، يعني عملوا جيم متوسط او فوق المتوسط من لعيبه نادي مصر البترول في حدود امكانياتهم. ما زال كابتن تامر تايجر واقف كده مع اللعيبه على الخط بيديهم اخر التوجيهات والتعليمات، يعني بيقول لواندر الليبرو كده التمركز الصحيح يبقى واقف فين. ولاعيبه مصر البترول برضو بتحاول ان هي تركز. يمكن اللاعب محمد كمال نزل الملعب، لاعب محمد كمال من ناشئين نادي الجزيره ولاعب نادي الداخليه، لاعب في كذا نادي كده، انديه عديده في الدوري الممتاز. يعني هزار كده ما بين سعودي وما بين عزب في انتظار بدايه الشوط الثاني. لاعيبه نادي مصر البترول في تركيز، لاعب محمد سامح، لاعب حسين مصطفى لاعب مركز 3، لاعب احمد فوزي ليبرو الفريق في انتظار نزول ارض الملعب. حديث جانبي ما بين حسين مصطفى واللاعب احمد فوزي ليبرو نادي مصر البترول، بيحاولوا ان هم يشدوا من ازرهم كده وان هم يرجعوا في المباراه مره ثانيه. كابتن بياخد البوزيشن او دوران الملعب، نزول لواندر الملعب، نفس الكلام احمد فوزي هينزل الملعب ليبرو فريق نادي مصر البترول في انتظار بدايه الشوط الثاني. يعني جانب كده من جماهير النادي الاهلي يمكن قليله كده في مدرجات النادي الاهلي، يعني الجمهور طبعا بيعمل طعم كده للمباريات او مباراه كره الطايره، طبعا بيشعل الحماس كده للعيبه. يعني اي لعيب طبعا يحب ان هو يلعب قدام الجمهور، طبعا يعني الجمهور بيشعل حماس اللعيبه وبيديهم اضافه ودافع كبير قوي ان هم يكون عندهم حماس. يعني كله قليله كده بس سامعين، طبعا حضراتكم سامعين صوتهم. على ارسال احمد صلاح لاعب مركز 2 بدايه الشوط الثاني، ارسال سبايك،
سائل كده ناحيه مركز 4، استقبال ضعيف من نادي مصر بترول، هتعدي سهله من ليبرو احمد فوزي، لكن يعني احمد فوزي حاول ان هو يعدي الكره كده بذكاء كده، لكن الكره خارج الملعب. 1-0 للنادي الاهلي في الشوط الثاني على ارسال احمد صلاح العالمي على الارسال. ارسال سبايك، ارسال قوي جدا على احمد فوزي، استقبال اعداد من محمد عبد العاطي في مركز 2 لاحمد كمال كده كوره، يعني احمد كمال لسه نازل، محمد كمال لاعب مركز 4 لاعب من نادي مصر البترول، كوره في مركز 2 كده لاحمد كمال اتضربت في مركز 6 ما بين حائط الصد. على الارسال محمد كمال لاعب مركز 4، ارسال فلوتر، استقبال ضعيف من احمد عزب، كوره كده نقطه مباشره بالارسال لنادي مصر البترول، يمكن الكره يعني هربت كده من احمد عزب. نتيجه 2-1 لنادي مصر البترول في الشوط الثاني. على الارسال لا محمد كمال، يمكن محمد كمال نزل مكان احمد هشام في مركز 4، استقبال من لواندر، كوره كده مسقطه من عبد الله، اعداد في مركز 4 لاعب محمد عمرو محمد، لكن بلوك هايل 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 من عبد الله ومحسن من لاعب عمرو محمد لاعب 4 نادي مصر البترول. على الارسال لويجي محترف النادي الاهلي لاعب مركز 4 لاعب الايطالي، ارسال سبايك، تركيز من لويجي، ارسال سبايك، استقبال من احمد فوزي، اعداد محمد عبد العاطي في مركز 2 للسرجاني على التاتش بلوك. يعني يا جماعه نحاول نقفل البلوك، يعني احمد عزب بيقول للكابتن كده الكره نوت باس، يعني كره في الشبكه، لكن الحكم ليه راي تاني، الكره تاتش بلوك على النادي الاهلي. يعني حاولوا كده ان هم يقنعوا الحكم ان الكره نوت باس، كره في الشبكه ما لمستش حوائط الصد، لكن الحكم كان ليه راي تاني ان الكره تاتش بلوك. على الارسال حسين مصطفى لاعب مركز 3 نادي مصر البترول، ارسال فلوتر كده طويل ناحيه لواندر، اعداد من عبد الله لمحسن، كوره كده على التاتش بلوك من محسن ما عرفش يعمل لها حاجه. محمد سامح لاعب مركز 3 من نادي مصر البترول، يعني بيحاول كده ان هو يشد من ازر نفسه، بس كوره تاتش كده من محمد محسن على التاتش بلوك. على الارسال محمد محسن لاعب مركز 3 من نادي الاهلي، لكن حوادث صد النادي الاهلي مركزين مع الاستقبال في نادي مصر البترول الناحيه الثانيه. ارسال موجه على لاعب عمرو في مركز 4، كوره كده مع اعداد من محمد عبد العاطي للاعب محمد سامح كده لف بريست ايده عايز كان يضربها ناحيه مركز 1، ولكن ما قدرش يعمل لها اي حاجه. يعني زي ما حضرتك شايفين كده الارسال من محسن راح يلعب الارسال من ناحيه مركز 1، يعني الشوط اللي فات كان بيلعب من مركز 5، الشوط ده بيلعب من مركز 1 كده، بيلعب ارسال موجه على اللاعب عمرو محمد لاعب نادي مصر البترول، وزي ما حضرتك شايفين الاستقبال ضعيف، كره هتعدي سهله للنادي الاهلي. يعني اعتمدوا على بعض احمد عزب وعبد الرحمن سعودي كده، اعتمدوا على بعض ان الكره هتعدي سهله ما تلعوش بلوك، لكن الكره اتضربت في اخر الملعب كده في مركز 6، لويجي ما قدرش ان هو يطلعها. نتيجه 4-4 في الشوط الثاني ما بين النادي الاهلي ونادي مصر البترول. على الارسال يوسف السرجاني هيلعب ارسال سبايك، ارسال خارج الملعب، ارسال من يوسف السرجاني خارج الملعب. يعني لواندر بيقول لهم يعني لازم حوادث الصد تكون مركزه اكتر من كده. على الارسال المايسترو طبعا عبد الله عبد السلام كابتن وصانع العاب النادي الاهلي ومنتخب مصر. على الارسال عبد الله، ارسال قوي جدا على احمد فوزي في مركز 1، اعداد محمد عبد العاطي في مركز 6 لمحمد كمال، كوره كده على التاتش بلوك من محمد كمال كده، الكوره ما كانت رايحه له مش مرتاحه، لعبها كده بذكاء على التاتش بلوك. محمد كمال لاعب نادي مصر البترول لسه نازل الشوط الثاني مكان لاعب احمد هشام. على الارسال لاعب رقم 18 لاعب مركز 4 عمرو محمد، ارسال سبايك من لاعب عمرو محمد، ارسال سبايك، استقبال من لواندر، اعداد في مركز 4 لاحمد صلاح، كوره من فوق حائط صد. زي ما حضرتك قلت لكم يعني المايسترو عبد الله عبد السلام قاري ملعب نادي مصر البترول جدا، كوره كده لاحمد صلاح في مركز 4 بسنجل بلوك من عند اللاعب محمد عبد العاطي، احمد صلاح يعني بكل سهوله ضربها من فوق حائط الصد بسنجل بلوك. على الارسال احمد عزب، ارسال سبايك من احمد عزب لكن خارج الملعب، يعني ارسال كده بريست ايده ولكن في اخر الملعب لكن خارج الملعب. النتيجه 6-6 في الشوط الثاني ما بين نادي الاهلي ومصر البترول. على الارسال محمد سامح لاعب مركز 3 نادي مصر البترول، تركيز على الارسال، ارسال بيلعب ارسال فلوتر من مركز 5،
استقبال من احمد عزب، اعداد من عبد الله، حلوه قوي حلوه قوي لسعودي، يعني حسين مصطفى كده ما قدرش يروح لها. كوره سريعه من عبد الله كده في نص الشبكه كده في مركز ثلاثه لعبد الرحمن سعودي، يعني هديه من عبد الله كده لسعودي زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا سعودي ما رفضش الهديه، حسين ما لحقش يعني، حاول يطلع كده بسنجل بايد واحده كده البلوك، طبعا ما يقدرش ان هو يعمل فيها اي حاجه. ارسال من سعودي، استقبال لاعب عمرو محمد، اعداد في مركز واحد ليوسف السرجاني، كوره كده هتعدي سهله في ملاعب نادي مصر البترول، استقبال ديفنس، اعداد في مركز اربعه لمحمد كمال، كوره كده اعداد من عبد الله، كوره في مركز اثنين، كوره حلوه هايله هايله، كوره يعني حلوه قوي من عبد الله، قلب الملعب في مركز اثنين. يعني الكوره دي تريد مارك كده ما بين عبد الله وما بين احمد صلاح، دايما بنشوفها كوره عبد الله بص لمح بطرف عينه، بص بطرف عينه، بص على البلوك الناحيه الثانيه، الكوره في مركز اثنين لاحمد صلاح بدراعه السريع جدا ما قدروش يعملوا له اي حاجه. يعني النقطه دي هي عبد الله عبد السلام، كوره وهي جايه له بطرف عينه كده بص على البلوك الناحيه الثانيه ورفعها لعبد الله عبد السلام لاحمد صلاح، كوره هتعدي سهله، اعداد من عبد الله لاحمد صلاح، نفس الكوره نفس الكوره، يعني كوره كربون الكوره اللي قبل دي والكوره دي كربون من عبد الله لاحمد صلاح، يعني في تجانس وتفاهم كبير طبعا ما بين عبد الله واحمد، قادرين ان احنا نشوفه في الملعب. يعني الكوره اترفعت في مركز اثنين سريعه لاحمد صلاح، حوادث صد ما قدرتش تعمل لها اي حاجه، يعني ما فيش اي حوادث صد يقدر يعمل حاجه للكوره دي. الارسال مع عبد الرحمن سعودي، ارسال فلوتر ناحيه محمد كمال، اعداد لحسين، لعب كده كره على التاتش بلوك كده على ناحيه محسن ما قدرش ياخدها بلوك ولا احمد عزب يطلعها. زي ما حضراتكم شايفين يعني كابتن محمد مصلحي خلى الارسالات لعيبه مركز ثلاثه كانوا في الشوط الاولاني بيلعبوها من مركز خمسه، يمكن محسن وسعودي بيلعبوا الارسالات دلوقتي من ناحيه مركز واحد موجهه. ارسال من محمد عبد العاطي، اعداد في مركز اربعه، كوره على التاتش بلوك لكن لمس الشبكه من لويجي، يعني لويجي بيقول للكابتن انت يعني جود جادج، كوره فعلا شبكه من لويجي. الارسال مع محمد عبد العاطي، استقبال من لويجي، اعداد في مركز اربعه لويجي، عبد الله اداها له تاني، يعني الكوره اللي قبليها جاب فيها شبكه راح عبد الله راجع مديله الكوره اللي بعدها تاني، كوره كده مضروبه بزاويه حاده من اربعه في اربعه من لويجي بسنجل بلوك، دفاعات نادي مصر البترول ما قدرتش تعمل لها اي حاجه. نتيجه 10 نادي الاهلي 8 نادي مصر البترول في الشوط الثاني على الارسال العالمي احمد صلاح. ارسال في نت الشبك كده، اعداد من حسين مصطفى، كوره لمحمد كمال، ديفنس رائع رائع من لواندر لكن لويجي ما لحقش لف كده ما لحقش ان هو يطلعها، كوره كانت جايه له مفاجاه كده ما قدرش ان هو يطلع الكوره، لكن التمركز بتاع لواندر كان ممتاز، قدر يطلع الكوره كده اوفر هاند. على الارسال محمد كمال لعيب مركز اربعه، ارسال فلوتر، استقبال من لواندر، اعداد من عبد الله، كوره لاحمد عزب كده في مركز سته هتعدي سهله في ملاعب النادي الاهلي، اعداد من عبد الله، يا سلام عليك يا مايسترو، كوره لمحمد محسن كده هتعدي سهله سهله من محمد عبد العاطي، كوره من عبد الله، اعداد في مركز ثلاثه، كوره تراي كده من احمد صلاح، يمكن في دربكه كده في ملاعب النادي الاهلي، كوره من لويجي، كوره هترفع في مركز اربعه لعمرو محمد، كوره مضروبه على مركز واحد كده من فوق حائط الصد كده في نادي مصر البترول. يمكن النقطه اللي فاتت دي كان حصل كده دربكه كده في ملعب النادي الاهلي، يعني عبد الله عبد السلام كده واحمد صلاح واللعيبه كلها، يعني حصل دربكه كده في الملعب لكن قدرنا ناخد النقطه. نتيجه 11 9 للنادي الاهلي في الشوط الثاني على الارسال لويجي، اللاعب الايطالي سال سبايك، سال سبايك لكن في الشبكه يعني عوض الكره اللي بعديها يا لويجي. نتيجه 10 نادي مصر البترول 11 نادي الاهلي. على الارسال حسين مصطفى، بيلعب ارسال من ناحيه مركز خمسه، ارسال فلوتر، استقبال من لواندر، اعداد من عبد الله لاحمد عزب، كوره حلوه قوي سنجل بلوك، كوره من عبد الله كده، يمكن عبد الله في الشوط الثاني يعني مزاجه رايق قوي، كل الكور اللي مرفوعه كلها بسنجل بلوك لاحمد عزب كده، احمد عزب طلع بريست ايده من اربعه في اربعه، يعني محمد يوسف السرجاني ما قدرش ان يعمل لها اي حاجه ولا طبعا الدفاعات. على الارسال محسن من مركز واحد، يعني غير مكان ارساله، الشوط الاولاني كان بيلعب من مركز خمسه بيلعب من مركز واحد، دلوقتي ارسال موجه ناحيه محمد كمال، استقبال ضعيف، كوره هتعدي، كوره حلوه قوي من لاعب عمرو محمد، لاعب رقم 18 لاعب مركز اربعه بيحمس نفسه كده
فعلا ضرب كوره من مركز اربعه كده ناحيه مركز خمسه، حوالي الصد كانت سحبه ناحيه اللاين كده، ما يدروش ان هو يعملوا فيها حاجه. على الارسال يوسف السرجاني، ارسال بيلعب ارسال سبايك، نتيجه 12 نادي الاهلي 11 نادي مصر البترول في الشوط الثاني. ارسال سبايك خارج الملعب، يعني فتح ريست ايده قوي، كرة خارج الملعب، يعني كابتن محمد كمال مش عارف يعمل ايه، عمال يبص لهم كده يعني يقول لهم احنا كل ما بنرجع في السكور تاني يعني اخطاء ساذجه جدا واخطاء ضعيفه جدا بتخلي ان السكور يفرق تاني. على الارسال المايسترو عبد الله، ارسال سبايك، ارسال قوي على ناحيه احمد فوزي كده في مركز واحد، كره هتعدي النادي الاهلي سهله، لاعب عمرو كده ضرب كوره من اعلى كده في تريبل بلوك النادي الاهلي، كان كوره من اعلى كده على التاتش بلوك في النادي الاهلي، قدر انه يجيب نقطه. يعني كابتن محمد كمال وكابتن فرج كده حديث جانبي كده على الخطوط كده، يمكن عايز يعمل تغيير او في شكل معين عايز يطبقه. على الارسال عمرو محمد اللاعب مركز أربعة نادي مصر للبترول، سال سبايك، استقبال متوسط من لويجي، اعداد وحشه قوي وحشه قوي من لواندر، لكن احمد صلاح حاول كده يتصرف فيها عديها، كره من اعداد محمد عبد العاطي، كره في مركز ستة مضروبه حلوه، لكن لواندر واقف لها صح قدر ان هو يطلعها. اعداد محمد عبد العاطي في مركز ستة برده، كره مسقطه كده عبد الله يطلعها، كره في مركز أربعة لاحمد صلاح على التاتش بلوك، يعني الرالي مستمر. كره للسرجاني في مركز واحد، عبد الله ديفنس، لواندر يعلي الكوره لاحمد عزب، بريست ايده كده يعديها ديفنس، اعداد من عبد الله في مركز اثنين لاحمد عزب، كوره هايله، يعني عبد الله قلب الملعب بالناحيه الثانيه على طول في مركز اثنين لاحمد عزب، ما قدرش محمد كمال يعمل لها اي حاجه. نقطه للنادي الاهلي، يمكن ده اطول رالي في المباراه ما بين النادي الاهلي ونادي مصر البترول، كوره فضلت رايحه جايه كده كذا مره، لكن عبد الله عبد السلام قدر بخبرات السنين كده يقلب الكوره لاحمد عزب في مركز اثنين، ضربها بريست ايده ناحيه مركز خمسه كده، نقطه للنادي الاهلي، 14 12 للنادي الاهلي في الشوط الثاني. زي ما حضرتك شايفين حسام يوسف في صانع العاب النادي الاهلي كده بيسخن، اداه في مركز ثلاثه، بلوك من محمد من عبد الرحمن سعودي هايل، كره طلع عبد الله في مركز اربعه، كوره من فوق حائط الصد، يعني لويجي النهارده يعني تريد مارك كده مع ماتش جانبي مع محمد عبد العاطي كده، كل الكوره اللي اترفعت ناحيه مركز اربعه قدر ان هو يضربها من فوق حائط الصد. زي ما احنا شايفين كده لعيبه النادي الاهلي الاحتياطي كلهم بيجروا عمليات الاحماء، اكيد كابتن محمد مصلحي هيحاول ان هو يشرك اكبر عدد من اللعيبه في مباراه النهارده. ارسال من احمد عزب في الشبكه، ارسال في الشبكه من احمد عزب. طبعا يعني مباراه النهارده من المباريات المتوسطه للنادي الاهلي، واكيد كابتن محمد مصلحي عينه ان هو يقدر ان هو يشرك اكبر عدد من اللعيبه. تغيير في نادي مصر البترول كده، خروج حسين لاعب مركز ثلاثة ونزول لاعب فارس مسعد، تغيير مركز بمركز. على الارسال محمد سامح، ارسال فلوتر ناحيه احمد عزب، اعداد من عبد الله للويجي، كوره حلوه قوي في مركز أربعة، يعني عبد الله الكوره وبيستقبل احمد عزب، عبد الله بيرمي كده طرف عينه في ملاعب نادي مصر البترول، بيشوف الدفاعات او البلوكات الضعيفه في نادي مصر البترول او الاقصر، وقدر ان هو يرفع الكوره في مركز أربعة ناحيه محمد عبد العاطي. طبعا لويجي كده بطول القامه قدر يخلص النقطه، يعني تم تغيير خروج احمد فوزي ليبرو نادي مصر البترول، نزول طارق نبيل الهاروني صاحب الخبرات الكبيره قوي نادي مصر البترول، اعداد من عبد الله لاحمد صلاح، الكوره دي تتدرس، يعني الكوره احمد صلاح طلع كره تشانس كده من نص الملعب ولف من ورا عبد الله راح ناحيه مركز اثنين، عبد الله اداها له على طول هديه، يعني كوره يعني خلاص بقينا حافظين احمد صلاح وعبد الله، في تناغم ما بينهم كبير جدا ما بين العالمي والمايسترو. ارسال عبد الرحمن سعودي، ارسال فلوتر، استقبال متوسط، اعداد محمد عبد العاطي في مركز اثنين للسرجاني، كوره كده في الشبكه، كوره يعني ما لمستش حائط صد، كوره في الشبكه. النتيجه 17 النادي الاهلي 13 نادي مصر البترول في الشوط الثاني. يعني عبد الرحمن سعودي كده رجع تاني يلعب الارسال من مركز خمسه، كابتن محمد كمال طلب تايم اوت لان السكور بدا يفرق تاني ما بين النادي الاهلي ونادي مصر البترول في الشوط الثاني. توجيهات من كابتن محمد كمال كده لمحمد عبد العاطي وكابتن محمد مصلحي وكابتن تامر تايجر، دايما 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 بيوجهوا اللعيبه حتى لو السكور فارق قوي، حتى المباراه متوسطه، يعني كل الكلام دلوقتي على الارسال وحوائط الصمت. يعني كابتن
محمد مصالح بيقول عبد الرحمن صعودي كده الرساله هيتلعب من فين؟ زي ما حضرتك شايفين السكاوتنج من كابتن تامر تايجر بيقول عبد الرحمن صعودي هتلعب الارسال من مركز خمسه، اكيد هيوجه الارسال طبعا. ارسال مع عبد الرحمن صعودي لاعب النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر طبعا. ارسال فلوتر، ارسال فلوتر، استقبال متوسط من لاعب محمد، اداء في مركز اربعه لمحمد كمال، كوره كده جت ورا لاعب محمد كمال ما قدرش يعمل اي حاجه، بلوك من محمد محسن واحمد صلاح قفلوا الزاويه كويس جدا، كوره نزلت في ملاعب نادي مصر البترول. ما زال الارسال مع عبد الرحمن صعودي، الارسال مع صعودي، استقبال من طارق، اعداد في مركز ثلاثه، كوره كده اعداد من منتصف الملعب كده من محمد عبد العاطي، لكن مصحصح لها محسن، مصحصح كده للكوره، بلوك كده من محسن من المان بتاعه الناحيه الثانيه في نادي مصر البترول. يعني طارق نبيل في الملعب من اللعيبه اصحاب الخبرات الكبيره في ملعب نادي مصر البترول طبعا، ولعب في العديد من الانديه طبعا نادي الشمس. على الارسال سعودي، استقبال من نادي مصر البترول، اعداد للسرجاني في مركز اثنين، كره على اللاين كده ما قدرش يعمل لها احمد عزب حاجه، يعني حاول معاه احمد عزب والبلوك بس ما قدرش يعمل لها حاجه، كره في اخر الملعب ناحيه مركز خمسه من السرجاني. يعني لاعب رقم 19 من نادي مصر البترول هينزل، حازم ياسر على الارسال مكان محمد عبد العاطي، يعني كابتن محمد كمال كده بيحاول ان هو يلعب ارسال موجه او ارسال قوي، هنشوف حازم هيعمل ايه على الارسال. ارسال فلوتر ناحيه لويجي، اعداد من عبد الله، كوره لاحمد صلاح، كوره حلوه قوي، كوره بريست ايده كده على الخط ما قدرش يعملها محمد كمال حاجه، او طارق الحروني في الديفنس. تغيير النادي الاهلي، نزول زياد اسامه مكان المايسترو عبد الله عبد السلام، ونزول حسام يوسف مكان احمد صلاح. يعني كابتن محمد مصلحي كده عايز يشرك زياد اسامه يديله مزيد من المباريات، وحسام يوسف طبعا، خروج احمد صلاح وعبد الله عبد السلام. على الارسال حسام يوسف، حسام يوسف من الارسالات القويه جدا، تركيز من حسام. كابتن طبعا محمد كمال مش عاجبه الاداء لعيبه نادي مصر البترول. ارسال من حسام، ارسال سبايك ناحيه طارق، استقبال النادي الاهلي، اعداد في مركز اثنين لزياد، كوره حلوه قوي كده حسام هو لسه نازل هو وزياد اهو كده بيديله اول هديه، يلا يلا يا زيزو. يعني زياد كده ان شاء الله يكون خليفه احمد صلاح كده في الملاعب، يعني لعيب بيلعب بايده الشمال كده زي احمد صلاح، يعني نتمنى ان احنا نشوف احمد صلاح جديد في ملاعب الكره الطايره المصريه والنادي الاهلي. ارسال من حسام، استقبال ضعيف، كوره على سن الشبكه كده جت لويجي على الشبكه على طول، ما ترددش ثانيه ان هو يطلع يضربها من فوق. يعني استقبال ضعيف من نادي مصر البترول للارسالات القويه، قدرت ان هي تخلخل دفاعات نادي مصر البترول، وزي ما حضرتك شايفين كده النتيجه والسكور فرق كبير، فرق بطريقه كبيره جدا في الشوط الثاني، نتيجه 23-14 للنادي الاهلي. على الارسال حسام، حسام لسه على الارسال، سال سبايك، ارسال كده بذكاء ناحيه مركز واحد، كره هتعدي سهل للنادي الاهلي. اعداد من حسام في مركز ثلاثة المحسن، كوره حلوه قوي المحسن، كوره كده حسام على طول ادى المحسن كده عايز يفوقه، يعني محسن برده حاسس ان هو لسه برده عنده اكتر من كده، يعني الكوره ضربها جاب نقطه بس برده عايز اكتر. النتيجه 24-14 للنادي الاهلي في الشوط الثاني. على الارسال حسام، سال سبايك ناحيه احمد كمال كده وطارق الهارون في اخر الملعب، الكره هتعدي سهله من السرجاني. يعني تمركز خطا جدا من زياد اسامه ومن احمد عزب، يعني اعتمدوا على بعض كده، الكره جت على التاتش بلوك، الكره كانت سهله بس ما قدروش ان هو يطلعوا الكره. على الارسال محمد كمال لاعب مركز اربعه من نادي مصر البترول. يعني الشوط الثاني الريتم بتاع المباراه هدي كتير جدا، ولعيبه مصر البترول يعني يمكن في الشوط الاولاني كانوا افضل من الشوط الثاني، بس طبعا بفضل خبرات لعيبه النادي الاهلي طبعا وارسالاتهم القويه والضرب الساحق لعيبه مصر البترول مش قادره تجاري لعيبه النادي الاهلي. على الارسال فلوتر من
محمد كمال بيحاول يضمن الارسال كده، استقبال اعداد من حسام للويجي، كوره كده على التاتش بلوك وكوره داخل الملعب حلو قوي في اخر الملعب للنقطه ال 25 نقطه الشوط، والشوط الثاني 25 15 للنادي الاهلي، لتصبح النتيجه 2-0 للنادي الاهلي. يعني شوط ممتاز من النادي الاهلي وشوط ضعيف من نادي مصر البترول. فاصل ونرجع لحضراتكم الشوط الثالث ان شاء الله. نرجع لحضراتكم مره ثانيه للشوط الثالث من مباراه النادي الاهلي ونادي مصر البترول في دوري الدور التمهيدي لدوري المرتبط لموسم 2022-2023. يعني الشوط الاولاني انتهى 25-17 للنادي الاهلي، الشوط الثاني 25-15 للنادي الاهلي. يعني مباراه متوسطه للنادي الاهلي، بس طبعا عين كابتن محمد مصلحي ان هو يشرك اكبر عدد من اللعيبه ويطمئن على الحاله الفنيه والبدنيه للعيبه ككل. يعني هنشوف في تغييرات هتتم في الشوط الثالث كابتن محمد مصلحي هيعملها ولا لا. يعني زي ما حضرتك شايفين في تغييرات، يعني عبد الرحمن الحسيني شايفينه وهو هينزل، ودوله محمد عادل وعبد الحليم عبو. يعني كابتن محمد مصلحي يعني غير التشكيله كلها، يعني غير طلع سته ونزل سته تانيين. يعني وشايفين ابراهيم رسلان ناشئ النادي الاهلي في الملعب مكان لواندر بعد ما اطمئن طبعا على حاله لواندر، واحمد سعيد اهو في الملعب. يعني كابتن محمد مصلحي نازل سته طلع سته ونازل سته تاني. يعني ما شاء الله النادي الاهلي عنده سكواد كبير جدا. يعني ال 12 اللي جوه السته اللي جوه زي السته اللي بره بالظبط، ما فيش اختلاف. يعني ما شاء الله، يعني تكمل على خير ان شاء الله السنه دي، ونقدر نحصل على الدوري وعلى الكاس وعلى افريقيا وبطوله العربيه باذن الله، تكون البطولات كلها حصيله النادي الاهلي ان شاء الله السنه دي. يعني نزل كده احمد سعيد في مركز اربعه هو عبد الرحمن الحسيني، صانع العاب حسام يوسف، لعيب مركز اثنين زياد اسامه، في مركز ثلاثه محمد عادل دوله وعبد الحليم عبوه في مركز ثلاثه، وليبرو ابراهيم رسلان. يعني سته مختلفين تماما هينزلوا الشوط الثالث. طبعا يعني النادي الاهلي ما عندوش اساسي واحتياطي، يعني سكواد الفرقه كلها او القائمه كلها لعيبه كبار جدا ولعيبه محترمين ولعيبه محترفين وكلهم بيلعبوا في منتخب مصر، فاكيد اكيد اكيد ما فيش فرق ما بين اللي بيلعب في الملعب او اللي خارج الملعب. يعني كابتن محمد مصلحي بيحاول ان هو يكون مجهز كل اللعيبه يشركهم في المباريات، ان يكونوا جاهزين للادوار النهائيه. اكيد ارسال من محمد عبد العاطي فلوتر، اعداد من حسام كده، كوره بسقاطه كده في اخر الملعب بيطلعها محمد كمال، الكوره هتعدي سهله من السرجاني، ديفنس من الحسيني، كوره لاحمد سعيد كده في مركز اربعه، كوره هايله. يعني الكوره دي بتاعت احمد سعيد، كوره علاها حسام يوسف كده عاليه قوي. طبعا احمد سعيد بيمتاز بالجامب العالي او بالارتقاء العالي، طلع بريست ايده كده من فوق حائط الصد كده بريست ايده في اخر الملعب، نقطه للنادي الاهلي. على الارسال حسام يوسف صانع العاب النادي الاهلي، ارسال سبايك ناحيه لاعب عمرو محمد لاعب مركز اربعه، كره اعداد في مركز ثلاثه. يعني دوله كده لسه ما سخنش، لاعب رقم 14 فارس مصعد اللي نزل في اواخر الشوط الثاني، وبدا كابتن محمد كمال كده بدا بيه في الشوط الثالث، لاعب فارس مصعد. على الارسال لاعب رقم 18 عمرو محمد لاعب مركز اربعه بيلعب ارسال سبايك، استقبال من ابراهيم رسلان، اعداد من حسام، كوره لاحمد سعيد كده في مركز اثنين كده، كوره هايله حلوه قوي يا سعيد. يعني ما شاء الله يعني من العناصر الاساسيه في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. ارسال مع احمد سعيد، ارسال سبايك، ارسال قوي جدا، استقبال من لاعب عمرو محمد، استقبال متوسط، اعداد في مركز اثنين على التاتش بلوك كده يطلعها سعيد، يعديها حسام سهله، اعداد من عبد العاطي في مركز اربعه لمحمد كمال، كوره حلوه قوي، بلوك حلو قوي من دوله ومن زياد اسامه. يعني دوله طبعا انتوا حضرتكوا عارفين احسن سنتر بلوك في افريقيا. دوله قفل الزاويه كويس قوي هو وزياد اسامه. كوره نموذج في صحات الصد، نتيجه 3-1 للنادي الاهلي على نادي مصر بترول في الشوط الثالث. ارسال من احمد سعيد، ارسال قوي جدا على طارق الهاروني، يعتمد كده على اللاعب عمرو محمد كده، اعتمدوا على بعض، بس طبعا سرعه الكوره ما قدروش ان هما الاثنين يقدروا يتفاهموا فيها. نقطه مباشره من احمد سعيد على الارسال،
ارسال مع احمد سعيد، ارسال كده بريست ايده على اللاعب عمرو محمد، اعداد في مركز 2 للسرجاني على التاتش بلوك يطلعها ديفنس سعيد، يعني حسام كده حاول يعتمد على زياد اسامه والاثنين اعتمدوا على بعض كده ونزلت في ملعب النادي الاهلي. يعني كابتن محمد كمال كده كابتن محمد كمال بيحاول بالتغييرات وان هو يحاول ان هو يرجع في مباريات المباراه على قد الامكانيات المتاحه طبعا عنده. على الارسال لاعب رقم 14 فارس مصعب لاعب مركز 3 اللي نزل في المركز في الشوط الثاني اخر الشوط الثاني والشوط الثالث، استقبال من ابراهيم رسلان، اعداد لدوله كده سكوت في ملعب نادي مصر بتروح كره في 6 تتضرب كده تريبل بلوك، ولكن زياد ما لحقهاش، يعني زياد نزل من البلوك كده ما شافش الكوره تنزل في ملعب النادي الاهلي. هنا ابو صلاح كده بيضحك زي ما حضرتك شايفين الاسترتشات، يعني اللعيبه خرجوا من الملعب شغالين برضو، يعني ده سمات اللعيبه المحترفه ولاعيبه النادي الاهلي. ارسال فلوتر كده من اللاعب فارس مصعب لكن في الشبكه، نزول حليم لاعب مركز 3 على الارسال، دوله بيلعب ارسال فلوتر من مركز 1، تركيز من دوله كوره خدمته، يعني الكوره خدمته كده في نت الشبكه تنزل في نص ملعب نادي مصر البترول ما يقدروش يعملوا لها اي حاجه. نتيجه 6-3 للنادي الاهلي، يعني من اول الشوط كده النادي الاهلي بدا يفرق في السكور. ارسال من دوله، ارسال قوي في الملعب، كوره في الملعب، يعني اللاعب عمرو محمد كده اعتمد على طارق برده نفس الكلام، كوره كده افتكر ان الكوره خارج الملعب، كوره تنزل في الملعب كده في اخر 6 نقطه للنادي الاهلي، نقطه مباشره من الارسال، يعني ارسالين مباشرين من دوله في ملاعب نادي مصر البترول. تركيز من دوله، ارسال قوي جدا، ارسال يعني ارسال الفلوتر بتاع دوله ارسال قوي جدا جدا جدا، يعني يمتاز فعلا دوله بارسالاته القويه جدا، يعني طول ما هو مركز بيقدر يسحب السكور للنادي الاهلي ويقدر يجيب كذا نقطه، يعني من اقوى سمات ومميزات فريق النادي الاهلي الارسال القوي، يعني الارسال القوي بيقدر ان هو يسهل لك كل حاجه، يعني بيخلخل الاستقبال في ملاعب المنافس، كره بتعدي لك سهله، بتقدر تعمل تشكيلات هجوميه كتير جدا، يعني من اكتر الحاجات اللي بيهتم بيها كابتن محمد مصلحي الارسال، يعني في ايام كثيره جدا بيبقى التمرين بس هو الوحده التدريبيه كلها ارسالات بس وارسالات موجهه جدا، يعني التمارين الصباحيه دايما بتكون تمارين يعني تمارين فرديه او تمارين انديفيدوال كده للعيبه لتنميه المهارات، ومن اهم المهارات اللي بيهتم بيها النادي الاهلي او كابتن محمد مصلحي الارسال زي ما حضراتكم شايفين، يعني 3 نقط مباشره كده من دوله على الارسال بيوسع الفرق كده وبيوسع السكور للنادي الاهلي، النتيجه 8-3 للنادي الاهلي. يمكن معنويا كده لعيبه مصر البترول وقعوا، يعني بيحاولوا بس طبعا معنويا وقعوا. ارسال من دوله، ارسال قوي جدا، استقبال متوسط، كره اعداد في مركز 2 كده للسرجاني جت في العصا الهوائيه ما قدرتش ان هو يعملها، يعني محمد عبد العاطي حاول ان هو يرجع الكوره في الملعب كده بس الكوره جت في العصا الهوائيه ما قدرش السرجاني ان هو يتصرف فيها. نتيجه 9-3 للنادي الاهلي، يعني باين ان لعيبه نادي مصر البترول معنويا كده هبطوا جدا، يعني استسلموا بدري قوي. ارسال من دوله في الشبكه، معلش يا دوله، يعني 3 نقط جبتهم بالارسال تعوض اللي بعده. على الارسال يوسف السرجاني، طبعا يوسف زي ما حضراتكم عارفين من ناشئين النادي الاهلي، ارسال من يوسف السرجاني، استقبال من احمد سعيد، اعداد من حسام لحليم من فوق كده من فوق اللاعب محمد سامح كده، يعني حليم 2 متر 12 او 2 متر 13 بيبقى صعب جدا جدا ان انت تقدر تاخد منه بلوك، وكمان يمتاز ان هو بيفرد دراعه، يعني حليم غير ان هو لعيب طويل فرد دراعه بتبقى صعبه جدا على حوالي الصد ان هي تقدر تاخد منه بلوك او حتى ان هي تلمس الكوره. الارسال مع زياد زيزو، على الارسال استقبال ضعيف من محمد كمال، الكره هتعدي كده لكن حليم واقف ليها، كره من زياد حسام، كره في 6 لاحمد سعيد، حلوه هايله هايله، يعني احمد سعيد من اللعيبه اللي بتضرب الكوره من مركز 6، هي مش مركز 6 مش خلفي، بيضرب الكوره من على الشبكه، يعني لو حضرتكوا الكوره تتعاد تاني هتلاقوا ان احمد سعيد بيضرب الكوره من على الشبكه، يعني احنا عندنا اوبشن في او عندنا حاجه كويسه قوي في النادي الاهلي ان لعيبه مركز 6 ما بيضربش خلفي بيضرب، يعني احنا عندنا 4 لعيبه بيضربوا من على الشبكه، الكوره بتترفع له على الشبكه بيقدر يخلصها بسهوله جدا. سال كده من زياد لكن في الشبكه،
يعني الكرة بتترفع لأحمد سعيد فعلا، الكرة بتترفع له يعني متر واحد جوه 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 منتصف التلت، الكرة بتبقى فعلا مرفوعة على الشبكة مش خلفي خالص. كرة إرسال مع أحمد محمد كمال، استقبال من أحمد سعيد، استقبال ضعيف كده، كرة تعدي وعدت للنادي الأهلي تاني خدمتنا. كرة في مركز أربعة للحسيني، ديفنس من طارق، أداء في مركز اتنين للسرجاني، بلوك من حليم، يعني حليم واقف كده واقف بإيده بس كده، كف إيده معدي الناحية التانية، يعني محمد عبد العاطي ما قدرش يعمل لها حاجه، يعني في فرق طول كبير قوي بين محمد عبد العاطي وحليم. السكور 12-5 في الشوط الثالث للنادي الاهلي، خلاص يعني الدنيا بدات ترتاح قوي مع لعيبه النادي الاهلي، بيلعبوا باريحيه كبيره. ارسال قوي من حسيني سلف الشبكه، يعني اريحيه كبيره جدا في ملعب النادي الاهلي. طبعا كابتن محمد مصلحي يعني كل مباراه كده بيطمن اكتر للعوامل الفنية والبدنية للعبته وجاهزتها. طبعا على الإرسال لاعب محمد سامح لاعب مركز ثلاثة، إرسال فلوتر كده استقبال من الحسيني، إعداد من حسام يوسف في مركز أربعة لأحمد سعيد، كورة حلوة قوي قوي، يعني كورة كده بوش باص في مركز أربعة لأحمد سعيد بسنجل بلوك لأحمد سعيد. طبعا الكورة اللي زي دي أحمد سعيد ما يقدرش إنه يرفض دايما من حسام، كورة سهلة جدا لأحمد سعيد بيقدر يخلصها بكل سهولة وبراحة. لو حضرتك شايفين كرة بوش باص كده، يعني البلوك اتنطق لعيب مركز اربعه لعيب مركز ثلاثه، الاثنين طلعوا وما قدروش انهم يعملوا اي حاجه، كرة اتنطقت، كرة سهله هتعدي في ملعب النادي الاهلي. اداء من حسام للزياد في مركز واحد، نحط كرة كده مسقطه، كرة كده للزياد حطها بليس كده في ملعب نادي مصر بترول، طارق نبيل ما قدرش ان هو يعمل عليه تراي ويطلعها. على الارسال عبو، ارسال حليم، ارسال فلوتر ناحيه محمد كمال، استقبال اعداد محمد عبد الله في مركز واحد، ديفنس من الحسيني، اعداد في مركز اربعه لاحمد سعيد، كره حلوه على التاتش يعني على التاتش كده من فوق محمد عبد العاطي. محمد كمال بيقول لي كابتن محمد كمال كده انا اعمل ايه، يعني الكره مضروبه من فوق حائط الصد، انا مش قادر مش عارف اقف صح، يعني برده معذور. الارسال مع حليم، تركيز من حليم، ارسال فلوتر في مركز سته، اعداد في مركز ثلاثه، كوره كده حاول يلف فيها فارس، بريست ايده كده ناحيه مركز واحد، لكن طبعا يعني دوله واقف مظلم الشبكه، يعني لما يكون عندك لعيب كده بخامه دوله او بامكانيات دوله بيساعدك كتير جدا ان هو يسهل لك الدفاعات الخلفيه بحاول تصد عليه. تايم اوت من كابتن محمد كمال، يعني النتيجه 15-6 للنادي الاهلي في الشوط الثالث، يعني بيحاول ان هو يعني التايم اوت ده مش تايم اوت تكنيك خالص، يعني مش بيتكلم في اي حاجه خالص ليها علاقه، هو بيتكلم معنويا، يعني بيحاول ان هو يشد من ازر اللعيبه، ما اي حاجه فنيه خالص، يعني بيتكلم معنويا، يعني لعيبه نادي مصر البترول من اول الجيم الثالث معنويا وقعوا، فيمكن التايم اوت ده بياخده عشان يحفزهم معنويا مش تكتيكيا او حاجه فنيه. يعني هو كابتن محمد كمال او كابتن فرج مش راضيين خالص عن اداء لعيبه نادي مصر البترول النهارده. طبعا يعني في عوامل كتيره جدا ادت لفرق السكور او السكور ده، طبعا يعني في فروق كبيره جدا ما بين لعيبه النادي الاهلي ولعيبه نادي مصر البترول في حدود الامكانيات. نادي مصر البترول بيحاول ان هو يعمل مباراه جيده او يطلع يظهر بشكل جيد. يعني على الارسال حليم، ارسال فلوتر ناحيه طارق نبيل، استقبال متوسط، اداء في مركز واحد للسرجاني، ديفنس من حسام من زياد، كوره للحسيني، كوره حلوه قوي في مركز سته كده، خدع دفاعات وبلوكات نادي مصر البترول حسام، ما يعني هدايه ما رفضهاش الحسيني داخل كده زي الصقر من فوق من اعلى كده. طبعا الحسيني بيمتاز طبعا بالارتقاء العالي زي احمد سعيد، يعني من الخامات المبشره جدا لاعب محمد الحسيني، طبعا لاعب النادي الاهلي محمد عبد الرحمن الحسيني، طبعا محمد الحسيني ده اخوه الكبير لاعب برضه النادي الاهلي السابق. كوره كده بيحاول يلف بريست ايده كده عمرو محمد بس ما قدرش ان هو يلعب الكوره في الملعب. يعني عبد الرحمن الحسيني اخوه الكبير طبعا محمد الحسيني لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، يعني نفس الستايل كده ونفس الجينات ما بين عبد الرحمن الصغير ومحمد الحسيني الكبير. سال عبو، سال كده حاول ان هو يلعب رسال قصير كده، يعني يخدع كده رسال بذكاء، ولكن الكوره في الشبكه. نتيجة 7 نادي مصر البترول، 18 النادي الأهلي في الشوط الثالث. على الإرسال عبد العاطي، لاعب صانع لعب نادي مصر البترول رقم 7، مركز إرسال فلوتر، استقبال من سعيد، إعداد من حسام لسعيد،
كوره يعني بلوك من نادي مصر البترول، لاعب كده على التاتش بلوك يعني اللاعب لاعب نادي مصر البترول لقى ان الدنيا صعبه قوي من ناحيه حسام ودوله يعني بلوكات عاليه جدا، فما كانش قدامه غير ان هو يلعب الكوره على اللاين كده بريست ايده. اللاعب احمد عبد العزيز يعني كابتن محمد كمال بيحاول يعمل تغييرات كتير عشان يتدارك السكور، لكن الموضوع صعب. كوره كده اداه بجر من حسام، كره تعدي سهله، كره سهله بيلعب كده دفاعات من ابراهيم رسلان، احمد سعيد كره مضروبه، الرالي مازال مستمر، كره للسرجاني طلعها ابراهيم رسلان، احمد سعيد هيضرب الكره كده بريست ايده فخر الملعب، ديفنس من الهاروني، كره هتعدي سهله لكن الكره بره القصه الهوائيه للنادي الاهلي. يعني الكابتن تقول تو باص او لمس الكره مرتين. يعني لاعب رقم 5 احمد عبد العزيز نزل الملعب، لاعب نادي مصر البترول كده الكابتن محمد كمال بيحاول ان هو يتدارك اي حاجه في المباراه او يرجع يكون شكله حلو في الشوط الثالث. ارسال من حسام يوسف في الشبكه، يمكن لعيبه الاهلي كده او لعيبه النادي الاهلي بدات تريح شويه، يعني ضمنت المباراه نتيجه 9 نادي الاهلي 9 نادي مصر البترول 19 نادي الاهلي. على الارسال اللاعب احمد عبد العزيز، ارسال فلوتر، استقبال من ابراهيم رسلان، اعداد من حسام في مركز 3 لدوله، كره حلوه قوي من ابراهيم يعني ديفنس كده من اخر الملعب رجع جابها، كره اعداد لزياد، كره هتعدي سهله للنادي الاهلي، كره تو باص برده، كره لمس الكره مرتين من لعيبه نادي مصر بترول. يعني ابراهيم عمل كره حلوه قوي، طلع كره استقبل الكره كويس قوي وضربت من دوله، اتاخد منه بلوك في اخر الملعب، عمل عليها تراي وطلعها يعني نموذج. يعني ابراهيم من اللعيبه الناشئين اللي لسه اول سنه ليه في الفريق الاول للنادي الاهلي. رسائل قوي جدا من احمد سعيد، استقبال من طارق، اعداد لمحمد كمال في مركز 4. يعني محمد كمال حاول ان هو يعتمد على القوه على الذكاء، بس طبعا قوه مع دوله ومع زياد اسامه مش هتعرف تعمل اي حاجه خالص. يعني الاثنين يمتازوا بالارتقاء العالي وبلقاتهم العاليه جدا، فلازم تلعب معاهم بذكاء، هتلعب بقوه مش هتقدر تعدي الكوره. رسائل من احمد سعيد، رسائل كده بريست ايده بذكاء، يعني معلم احمد سعيد بجد. يعني هو حتى بيشجع نفسه اهو كده، طلع كده لعيبه مصر بترول رجعت ورا على اساس ان هو يلعب ارسال قوي، لعب الكوره بريست ايده كده ناحيه مركز 1 بمعلمه، يعني لعيب حريف احمد سعيد. على الارسال سال سبايك، استقبال من محمد كمال، اعداد في مركز 2 للسرجاني، على التاتش بلوك سعيد كده مؤخر يعني رجع ورا قوي سعيد، تحاول ان هو يطلع الكوره وابراهيم رسلان بس ما قدروش ان هم يعملوا لها حاجه. يعني لا يعني اكتر لعيب في نادي مصر البترول يمكن بيحاول هو اللاعب يوسف السرجاني، بيحاول بذكاء جدا ان هو يعدي الكوره او يجيب نقط بذكائه، وقادر بشكل كبير ان هو يعمل ده. على الارسال لاعب رقم 14 فارس، لاعب مركز 3 سال فلوتر، استقبال من ابراهيم رسلان، اعداد من حسام يوسف في مركز 2 لزياد، حط كره مسقطه كده في ملعب نادي مصر البترول. يمكن يعني فارس لعب الارسال وفضل واقف ورا، يعني واقف المفروض تنزل تحت شويه فارس عشان تقدر تطلع كوره. النتيجه 23-10 للنادي الاهلي، كره مسقطه كده من زياد بذكاء شديد، فارس ما قدرش يعمل اي حاجه. على الارسال دوله الارسال فلوتر، ارسال قوي جدا، استقبال متوسط او ضعيف من نادي مصر البترول، الكره هتعدي في ملعب النادي الاهلي سهله، لكن حليم ليه دور تاني، يعني ليه راي تاني، الكره كانت ممكن تعدي سهله وما نطلعش بلوك، حليم وقف ظلم الشبكه، يعني بيقول لي كابتن ميدو لا انا مش هرجع، هطلع هاخد الكوره بلوك، يعني بلوك كده لغه كره السله كده دنك من حليم. ارسال مع دوله، نقطه الشوط ونقطه المباراه من دوله، ارسال قوي جدا جدا جدا، يعني دوله قال انا هنهي المباراه، يعني دوله بدا الشوط الثالث برساله قويه، وفعلا برسالته الفعاله في الشوط الثالث قدر ان هو يحسم المباراه 25-10 للنادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي، الفوز على نادي مصر للبترول بنتيجه 3-0. الف مبروك للنادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، كابتن محمد مصاحي وكابتن تامر تايجر والكابتن محمود جمعه، الف مبروك للنادي الاهلي. يعني مباراه كانت ضعيفه او متوسطه ما بين النادي الاهلي ونادي مصر البترول، الشوط الاول 25-17، الشوط الثاني 25-15، والشوط الثالث 25-10. الف مبروك للنادي الاهلي، كانت مباراه يعني اللعيبه هي بتحيي جمهورها، لعيبه النادي الاهلي بيحيوا الجمهور طبعا، يعني مفتقدين الجمهور، يعني اللعيبه مفتقده الجمهور انها تلعب بحماس قدام الجمهور. يعني كانت مباراه رائعه من لعيبه النادي الاهلي، اشكركم جدا، كريم جمعه كان معاكم.